ذا بيرن، رواية للكاتب الأمريكي جون ستاينبيك. طبعا الكاتب الأمريكي ده بدأ حياته من سنة 1902 لسنة 1968، عاش حوالي 66 سنة. ذا بيرل أو اللؤلؤة بتحكي قصة صياد فقير حاله يكاد يكون معدوم، يعيش في كوخ مع أسرته المكونة من زوجته وطفل صغير. الطفل الصغير بتبدأ الرواية بأن بيجي عقرب بيقرب من الطفل الصغير وبيلدغه، فما بيلحقوش الطفل قبل لدغ العقرب له، رغم التعويذات اللي كانت بتقوم بيها زوجة كينو بطل الرواية. يبقى الصياد الفقير اللي اسمه كينو بيلاقي فجأة قدامه طفله مريض بسبب لدغ العقرب. طبعا زوجته جوانا سارعت لامتصاص الدم الممتزج بالسم اللي تم لدغ العقرب من خلال لدغ العقرب، فطبعا ما يعني لم يكتمل علاج الطفل، فراحوا يدوروا على طبيب للعلاج. لما لقوا الطبيب طبعا هم سافروا على مسافة طويلة لحد ما يلاقوا الطبيب، لكن للأسف كان الطبيب فيه علاقة سرية بينه وبين جنس الصياد الفقير. أيضا لم يكن مع الصياد ثمن الدواء اللازم للعلاج، يبقى كان في مشكلتين موجودين، إن في طار أو في علاقة سائرية تاريخية بين أجداد الصياد الفقير والطبيب، فلم يرغب الطبيب في علاجه، وخاصة انه لا يملك ثمن العلاج. بيعود الصياد حزينا الى الكوخ مع زوجته، وفي صباح اليوم التالي يظهر امل مشرق ويتمثل في اصطياد الصياد كينو للؤلؤة كبيرة جدا. هذه اللؤلؤة سماها صيادو المنطقة أكبر لؤلؤة في العالم من كبر حجمها. بدأ الصياد يمني نفسه بالأحلام، وبدأ يفكر في الملابس التي سيرتديها والثراء الذي سيحصل عليه، إلا أن زوجته كانت تخاف من المصائب والمتاعب التي قد تواجهه نتيجة حصوله على أكبر لؤلؤة في العالم. طيب، كانت زوجته محقة في هذه المتاعب، لكن قبل المتاعب ما تجيله نجد أن الناس بدأت تتقرب له، فنجد أن القسيس يأتي إليه ويطلب منه أن يتبرع بأموال للكنيسة. نجد أن الطبيب الذي هرب من علاجه ذهب إليه بنفسه لمنزله لعلاج ابنه، طامعا في معرفة مكان اللؤلؤة. نجد أيضا همت زوجته بإلقاء اللؤلؤة في البحر خوفا على الصبي من المتاعب التي قد يتعرضون لها، ولكن لحقها كينو البطل وعاد باللؤلؤة وقام بحفر مكان في منزله تحت الأرض لحفظ اللؤلؤة فيه.
نجد أن في اليوم التالي يأتي مجموعة من الأشخاص الغرباء يبحثون عن اللؤلؤة ويقومون بضرب كينو ويقومون بالهرب، فتخاف زوجة كينو من المتاعب التي قد يتعرض لها، ينوي الصياد بيع اللؤلؤة ويتفق، إلا أن التجار يتفقون على أن لا يزيد أي أحد منهم ثمن اللؤلؤة عن تلت قيمتها الحقيقية، فينوي الصياد كينو الذهاب إلى العاصمة ليحصل على قيمة أفضل للؤلؤة، فيقوم بالسفر مع زوجته وابنه لبيع اللؤلؤة في العاصمة. أثناء سفره تتم ملاحقته أخذ الاقتناص اللؤلؤة منه بالقوة ويتم إطلاق النار عليه، إلا أن كينو يقوم بمباغتة المهاجمون ويقوم بقتل أحدهم، وتظهر نشوة انتصار لديه. هذه النشوة لا تلبث أن تتلاشى عندما نجد أن زوجة كينو تقوم بالصراخ والعويل بسبب أن أحد اللصوص قام بضرب بإطلاق نار، واخترقت أحد الرصاصات رأس ابن كينو فانفجر. تقوم زوجة كينو بلف ابنها بالملاءة ويهم بإلقاء اللؤلؤة في البحر، وتنتهي الرواية على ذلك. هذه الرواية تدور أحداثها في المكسيك. مكان الرواية هي المكسيك، حيث اشتهرت هذه المنطقة بالثراء السريع نتيجة الكنوز التي يحصلون عليها الصيادون في الغالب من الصيد و ممثل لأحد هؤلاء الصيادون هو الصياد كينو. نجد أن اللؤلؤة كانت وبالا على صاحبها، فبالرغم من أنها كانت مجال لثرائه، إلا أنها جلبت أيضا سوء الطالع له. وفي النهاية نجد أن مضمون القصة تشير إلى أن الخير لا يعلمه أحد، لا يعلم أحد هل ما حصلت عليه خير أم شر. فهذه هي الفكرة العامة من الرواية، رواية تستحق القراءة.